كازين قجقجنا. السلامة غادي المهدية. غنمشيو حبيبتي دابا المهدية، غنمشيو للدار. حوايجي نقول لكم وصلوا، نقول لكم باقي وصلوا، المهم بقى لهم والو، غيكونوا واقيلا دخلوا المغرب. غنمشيو دابا للدار نشوفوا، خصنا ندخلوا الماء، ندخلوا الضو، الانترنت، نقضيو داكشي اللي خاصنا نقضيو. خرجنا من جديد، ما فقنا مع 6 الصباح، خرجنا مع 7 الصباح ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله خرجنا مع 7 الصباح، كانت الدنيا مظلمه. دابا 8:15 حنا قربنا ندخلوا لكازا، قربنا ندخلوا لكازا. غنهزوا صاحبه ماما، صاحبتنا خالتي زوينه، غنهزوها ونمشيو كاملين للدار. وين اسمح لي بالزربه، اسمح لي اسمح لي اسمح لي شفتي هذا الكاميرا غادي يعير، سوري حبست عليه الطريق. ايوا الحبيبه عليا، الجو زوين، الجو جميل. الوالده ما هو احساسك غادي المهديه؟ ماما مغوفشة، واش راه شربنا القهوة باقا مغوفشة؟ هذاك باقا ناعسة، ناعسة أنا برا في حياتك أنا. خدينا لنا قهيوة من القهوة، وجايين الموبيل. نعس باقا نعس، هذا هو إحساسي. نعسي نعسي. والله إلا نعسي. نعسي، ها؟ نوريكم البنات، شوف شوف، الشطابة والكراطة. إلا قدرنا نسيقوا دابا راه يكون من الأحسن. ما نكذبش عليك وانا ما قاداش، ما بقيتش قادر لانه شي ديال الحيط شوف شوف الحيط وداكشي، ان نشوف شي 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 امراه تعاوننا فيها هادشي. علاش خاصنا نمشيو دابا قبل ما يوصلوا الحوايج؟ خاصنا نقادو امور اول حاجه، وها نتوما معانا ما تزابيوش ولا ما تنتهيو. دخلنا الرباط وتوضرنا، ما عرفت تزهق الرباط الداخل ديالو وتوضرنا عاوتاني بقينا يقرا. جينا دابا غناخد الوراق ديال الموضوع باش نمشي ندخلهم دابا. بسم الله الرحمن الرحيم، رجلنا اليمنية بسم الله. أنا جيت كي دايره لاباس عليك؟ فين حطيتهم؟ ما عقلتش واقيلا في الماريه، ريحت داكشي جديد. لا انا ما حطيتهمش الماريه. مشيو اختي ندخلو الماء والضو. اوه دراعي عييت والله، ضربنا الطريق. فين حطيتهم؟ ويلي لازم نرجع لكم دابا، بقيتو مغبزز. مشيو اختي دابا 12:30 وحنا فايقين. ويلي مع 7 خرجنا، مع 7 وطرقنا كازا. وي جايين نوقفو كازا، هزينا صاحبة ماما. بشوي بشوي شوف اختي بني موضوع عن تعليمات كبر ما شوف عليها. عرفتو رجع لي هذا هنا، شوف الشعر شوف كيف حركت 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 واحد الحراوي كانت لصق. الحمد لله حيت عيا الماء والضو دخلتهم، اللهم لك الحمد ربي سهل. مشيت للكوميساريه نسول على راسي على لاكارت ناسيونال، قال لك خاصك تمشي لواحد البلاصه كوميساريه اخرى، مشيت زعما المقاطع خاصك تمشي للكوميساريه وتجيب شهاده السكنه وهذا وهذا، عاد جيبي هاد الاوراق اللي قال لي ما فيهم عاد باش عاد باش نرجع ندخل نعطيهم الاوراق باش يديروا لي الراحه. ولكن غدا ان شاء الله في الصباح غنمشيو غنباتو هاد الليله هنا في قنيطره،
غنباتو هاد الليله وغدا الصباح ان شاء الله حيت صافر انا عييت من 6 الصباح وانا في الطريق من 7 زدنا وانا في الطريق. يا خيتي هانت جايبين معنا شي لعيبات ما جيناش بيدينا خاويين. هضرت معايا سهام عقب الكونتينر غدا ان شاء الله مع 8 الصباح غادي يوصل هاد الفيديو ما عرفتش امتى غادي تحط الانترنت ما مساعدانيش. غدا مع 8 الصباح غيوصل لكازا يعني عنده واحد السيمانه ديال الاجراءات وهذا ديال الديوانه. ايوا ما بقى والو ان شاء الله. ويك ويك بصحت المريوات حطيت فيهم هاد البيسي هذا بصحت المريوات كلهم من الفوق لتحت ديال البيوت بجوج عسكتو ماريو ما غاديش يقدر راكم شتو ماريو هي اللي كان عندنا تما كبير كان هاز لي داكشي حوايجي كاملين هذا صغير خليوه على وصافي الاخر حتى هو هذا والاخر بجوج جمعتهم غيكون صغار من الاخر اللي عندي بجوج ولا جمعنا انا حوايج ماما شي حويجات باقا تبدا حوايج كاملين مسحتهم كنشطبو دابا الدار بشوي شويه دوزي 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 غادوزي كنشطبو الدار بشوي شويه ماشي مسخه فيها غير هضره مغبره شطبنا دابا الدار شنو رجلنا تتشبش كان باقينا دابا صافي غير رجلي بدات فيه ماما متسناتنيش انا غجاج نشي الشيء مش عارف مش البيت الدار كلها مش مش الحمد لله الحمد لله الحمد لله هاد الحمام البنات راه كيتحل هكا حمام ديال بيت ناس وكيتحل هكا حيت شفت واحد التعالق قال لكم راه كان كيتحل على برا راه كيتحل من جوج جويه هكا وهكا قولي باب زوين صيقنا الدار الحمد لله كانت غتجي واحد السيده الساعه ما جاتش هادشي علاش عاوتاني مابقيناش عيطنا صافي الدار صيقت ولات كتشعل الحمد لله ما كانش فيها شي حاجه والله الغبره اللي كانت فيها حيدنا الغبره ودرنا الرغاوي اختي والكشاكش صافي ومسحت البلاكارات وهذا سالينا دابا قول لي فين غاديين صار غنمشيو اختي نكشاشو نديرو كشيشه نكتشفوا المنطقة ونمشيو للخبازات انا ما عرفت حتى شي حاجة هنا انا غير توريست دابا رانا توريست قالوا الخبازات قالت لينا ماما الخبازات نمشيو نشريو منهم شوية البطبوط وداك الشيء بحال ماما عارفة الخبازات فين جاو شوفي ماما غنصيفط لك اللوكيشن ديال الدار غنتوضرو ملي كنت راجعين غنتوضرو نعم سلطان عيط على شنو هذيك اللي كتقول الناس اللي كتقولي سمح لي شنو هي؟ شاف نجي صاحب الصنف الحدودي نعيط على شاف نجي شنو هي؟ شاف نجي صاحب الصنف الحدودي عيط على شاف نجي صاحب سمح عند وليدي امثلة هذاك اللي امثلة ديال عيط على مول الدار نعيط لينا اللي باع لينا الدار نعيط لينا الدار فين جاي الحاجة الوحيدة اللي خايبة فيها هي ما فيهاش لاسانسير لا ممكن الطبقة الثانية ملي غنولي نجيب تقاندي يا الحبيبة كي غندي هاتو كي نتوح في العمارة ما ديري أنا العمارة ديالي يا أما والله ما كاينش ديك القضية ديال حضري بشوية على الجيران الحمد لله كاين غير بوحدي الناس اللي واخدين كاملين هنايا
عايشين على برا. الله يسهل عليهم ويسهل على كل واحد يا ربي اللي بغى يتمنى شي حاجه الله يسهل عليه فيها يا ربي يا ربي. والله العظيم طالعه من القلب الله يسهل على كل واحد كل خطيه وين هو متمنى. شوف اختي اكتشفوا المنطقه شوفوا البنات شوفوا انا كنساريكم في قنيطره انا غنجي دابا غنجي وغنعاود مطره انا اللي غندوز لكم قنيطره. شوفوا يا اختي البراق كي دايرين لي ما شاء الله شوفوا شوفوا شوف شحال واعر ميتة شي زين. انتما طاح النهار طاح الليل طاح الليل وبان نجومو طاح الليل وبان نجومو اختي زوينة شي زين. انا شوفوا الناس في قنيطرة تحية كبيرة ليكم عيني معطي واحد عين معطي عين معاكم تحية كبيرة ليكم بديتكم زوينة ما شاء الله ومرحبا بي عندكم هل من ترحيب وانا محظوظة غنسكن عندكم وفي بلاصتكم رجال البلاد جابوني تلف رجال البلاد جابوني تلف لا تمام شكرا لكم بزاف والله اللي خديكم عليا هذا براش عين المهدية ان شاء الله باغا ندوز حدا البحر ونشوف البحر كي داير نظرني راسي المهدية بيتش المهدية بيتش الصباح انا غنشوف الصباح ونشوفوا في الليل كيكون المنظر زوين ما عارفه انا باقا ما عارفه ما عارفه راسي تاني غندوز لي انا ما عارفه المنظر انا عارفها الدار كتنشوفهم في التيك توك الدار شفتهم التيك توك الله يخليكم مش عارفه اي التيك توك كنقول لها حيد عليك التيك توك دالك البليه ساعة وليل نفعها علموني قد قد الصقع نصدقوا نديرو ندشنو ممكن لا ورتا واحد اللي رجع ندشنو رجعي شويه ممكن انت واحد راه حابين حاضيني لا منعيقه بنات حنا جينا للدار جينا للدار دابا فرجنا البيت ديالي فرجنا فيه في اللعيبات وهنا فين غنباتو اليوم زوينه قنيطره وهديه زوينه عجبني الحال شنو لكم كنت قلت لكم قبيله غنتوضروا انا وماما صدقوا نعيطوا على منظرين عاد لينا نسيت خالتي ليلى خالتي ليلى اللي من المتتبعات الوفيات ديالي منذ سنين سخف سخفني الدروج يعني من سنوات هذه متابعاني وهي اللي وقفات مع ماما اول مره ملي جات لهنايا باش جابتها شافوا الدار وقفات معايا اليوم اللي ما كنعرف حتى شي حاجه انايا هنايا وقفات معايا دات جات الطوموبيلتها وانا تبعتها تبعناها زعما الطوموبيل باش ندخل الموضوع وناتني وقفت معايا وغتوقف معايا باش ندير لاكار ناسيونال يعطي خالتي خالتي ليلى شكرا لك بزاف 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 ليلى خطيك عليا خالتي الزوينه بارك الله فيك ايوا البنات قدينا عاوتاني شي حاجه تفرجي نهودو الضو ملي كيشعل الضو ملي كيشعل نهودو الريدو اختي نهودو الريدو نهودو الريدو عاد نشعلو الضو عرفتي الدار عرفتي الدار داكشي اللي بغيت دير حس ستوديو كلها دوار ماما راه متحلشتش قالت كلها دوار ها ما شعلتش هذوك الاخر بلاتي ها تشوفني تقول يا تطفي الضو عندك عيد العرش خلينا اختي خلينا اختي نضويها على راسي بنات تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف كان نهار متعب جدا 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 لكن كان زوين بزاف الكوزينو غبلاتي كيف ما قلت لكم هادو غنديرهم بالكحل لنوار بحال هكذا نفس هذا غنغلفهم يعني وهذه غنعطيها لماما ديها ديرها في دارها وغندير انا هذيك اللي الكتريك بغيت نديرها الكتريك كتعجبني هادي ما عجبتنيش ما عرفت ما جاتنيش معها ما جاتش اصوغتي خلينا اختي ندير داكشي اللي في نفسي فيه تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف الضو ديال الباركو بقى شاعل نولي غندير شي طويب لهنايا ان شاء الله ونولي شرب قهوتي صح وشي تفضل تهلاو فراسكم بزاف بزاف شوف شوف دخلنا وخلينا الباب ديال الدار محلول انتو ما كاين حد صورتنا لتحت الباب ديال الزنقه صورتنا شوف اختي السيستم تركي ما كاين حد
نقدروا نخليو صبابطنا اختي في البال شي مشكل صافي كيكون العمارة راه ديالي. يلا بنات الله لي فراسكم بزاف بزاف، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. مرحبا عليكم، باي باي.